اجري يا صياد اجري، يلا اخلص يلا، النار حتاكل الدنيا كلها. اجري. مش قادر يا خلاص، مش قادر، النار حتاكلني. الحق انت، انقذ العالم. انا مش مهم، انقذ العالم يا قناص. انقذ العالم ايه يا غبي؟ تعال قوم بسرعه انقذه معايا، قوم اخلص اخلص. حاضر حاضر يا قناص. بص يا صياد، المية في العالم كلها خلصت، والنار هتسيطر على كل حتة في العالم وهتحرقنا كلنا. لازم ندخل هنا يا صياد، وتشغل لي دماغك كده وتصلح لي أي حاجة جوه تطلع مية. فهمنا يا صياد؟ حاضر يا قناص حاضر. الباب ما بيفتحش يا قناص. ما بيفتحش يا غبي، اكسر الباب يلا. حاضر حاضر يا قناص. اخيرا كسرت يا صياد، الحق بسرعه يا صياد، صلحها قبل ما النار تجيلنا هنا وتحرقنا. صلح يا صياد عشان ندور ونطلع المايه من تحت بطن الارض. حاضر حاضر يا قناص. ايه ده؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ بسرعه يا صياد بسرعه، اخلص يلا اخلص. الله يخرب بيتك، النار بتقرب علينا. بسرعة بسرعة يا صياد، النار هتحرقنا. صلحها يا صياد، لازم تطلع مية. ركز يا صياد ركز. بسرعة يا صياد بسرعة. حاضر حاضر يا قناص، انا بعمل اهو. تمت المهمة بنجاح يا قناص، يلا بسرعة روح املى الذخيرة من بطن الأرض علشان المية تطلع مية من بطن الأرض، وأنا جاهز وقول لي دور الماتور. حاضر يا صياد. أيوه أنقذ العالم يا صياد، لازم ننقذ العالم. جيت تاني أهو، يلا يلا. واحد جهز نفسك يا صياد، لازم ننقذ العالم في أسرع وقت يا صياد، العالم محتاجنا، النار حتاكل الدنيا كلها. لازم المية تطلع من بطن الأرض يا صياد يا صياد، احتجنا يا رب يا رب. الدنيا النار حتاكل الجو، النار حتاكل الجو، النار النار يا جماعة، النار 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 كتيرة جدا، النار كتيرة جدا. بعمل يا صياد اهو اهو يا صياد اهو يا صياد. ماشي يا قناص هدور. قناص ايه المهمة اللي بعد كده بقى؟ دلوقتي حالا يا صياد لازم نلحق ننزل المايه من الشلال عشان تسيطر على النار اللي في العالم ده كله وترجع الحياه زي ما كانت. يلا بينا يلا. ايوه يا صياد، الشلال ده الغلط، لازم نقفله ونفتح الشلال الصح التاني. انا هقفله اهو يا صياد، قفلت الشلال خالص يا صياد. اخيرا نجحنا وطلعنا المايه من بطن الارض. ماشي ماشي يا قناص، انا هسبقك هناك علشان افتحه. ماشي ماشي يا صياد بسرعة، افتحها يا صياد، النار هتغرق الدنيا. ماشي يا قناص. يا رب افتحها قبل ما المايه تيجي. اخيرا فتحته فتحته يا قناص. الحمد لله يا صياد ان انت فتحته، احنا كده بس المايه تنزل في الشلال وبكده انقذنا العالم للمره المليون. منزلش اهو يا قناص، يا رب تنزل يا رب تنزل. لو منزلتش كده ايه اللي هيحصل؟ ده العالم ممكن كله يتحرق. يا رب تنزل، مش عايزه تنزل ليه؟ انزلي انزلي يلا، مش عايزه تنزل. لا يا قناص ايه ده؟
يا ابني اهدى، بدأت تنزل اهو، بدأت تنزل، ده لسه هتنزل كتير جدا، هتنزل من تحت وبكده هننقذ العالم من النار اللي كان هتقوم فيها صياد. بص بص يا صياد، بص الله، انزل يا صياد، شوف مش هتحتش العالم من تحت بسرعة. حاضر يا كلاب. ها يا صياد، المية نزلت عندك في الشلال ولا لا؟ قول اي خبر مفرح بسرعة. نزلت كتير جدا يا قناص، احنا كده انقذنا العالم، نجحنا نجحنا نجحنا، واخيرا يا صياد نجحنا نجحنا. ارحب يا صياد، اتشد يا صياد. قناص.